أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المشاهدين من جميع بقاع الكرة الأرضية. الصف الأول معكم مدرستكم حنين من خلف المايك إذاعة راديو اف ام. بمزح معكم. المهم كيفكم يا مس؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. اسمعوا رح نبلش اليوم بحصة الجرامر. Open your book, page 15. Open your book. Book, book, book. Open your book, page 15. افتحوا لي كتابكم صفحة 15. Your class book. Miss, أي واحد فيهم؟ Miss, الملون. Okay? Okay يا نور الدين. Okay يا أيهم. طيب يا ملك العمري؟ أي صفحة؟ 15 بالملون. تمام. ليان الخطيب كيفك؟ ميرا عموش كيفك؟ محمود كيفك؟ اسلام كيفك؟ فيصل كيفك؟ شو اخباركم كلياتكم؟ شوفوا اليوم احنا رح نبلش بالقواعد تبعت يونت 2. سو ركزوا معي، طلعوا لي على مجموعة الصور الآتية. أول صورة، صورة روزي تحمل دبدوب وبتحكي. استنوا بدي أفعل تغيير الأصوات. تفعيل تغيير الصوت تم. فعل. تمام. تحكي روزي This is my bag. بعدها الثاني صورة في عنا تيم بيعطي بروزي لعبة وبيحكي لها This is your doll. بعدها تيم بيحكي لروزي Is this your daddy? فهي بتجاوبه No, it isn't. بعدها بحكي لها Is this your daddy? كمان مرة هل هذا دبدوبك؟ فهي بتقول له Yes, it is. تمام؟ طيب ركزوا لي على أول صورة مبدئيا This is my bag. روزي بتحكي هذه حقيبتي. خلونا نشرحها. يلا This is هذه my بين قوسين my bag هذه حقيبتي. طيب my هون شو معناها؟ معناها لي، ضمير لي، ضمير ملكية، بنسميه ضمير ملكية. لما بتحكي عن إشي لإلي بستخدم my. فمثلا بدنا نحكي هاي لعبتي، شو بنحكي؟ my doll. أو مثلا my book، كتابي كتابي. my doll لعبتي لعبتي. طيب my car سيارتي. my train قطاري. طيب my scooter سكوتري. طيب شو كمان؟ my cup my cup المج تبعي او كأسي. my spoon ملعقتي وهكذا. اذا my بنستخدمها لنحكي عن اشي لإلنا. this is my bag هذه حقيبتي هذه حقيبتي. طيب my doll this is my doll هذه لعبتي. this is my book هذا كتابي. this is my car هذه سيارتي. this is my train توتوت هذا قطاري. this is my scooter my cup my spoon and etc اللي هي إلى ما لا نهاية. مس my بنستخدمها للتحدث عن شيء لإلي لإلي أنا for me إشي لإلي أنا. this is my this is my my pen my ruler my rubber my book وهكذا. تمام واضحة. this is my my معناها إلي. طيب نرجع للصور. الصورة الثانية This is your dog. مين اللي بحكي؟ تيم بحكي لروزي. طيب خلونا نشوف your 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 معناها إلك إلك. This is your
doll. تمام؟ This is your doll. فأنت لما بدك تحكي مع حدا، لنفترض إنه أنا لما فتت على الصف لقيت قلم، فسألت لمين هذا القلم؟ أنت you know، أنت بتعرف إنه هذا القلم لصاحبك، فأنت بتحكي له This is your pencil. هذا قلمك أنت. أو مثلا أنت لقيت كتاب وأنت عارف إنه هذا الكتاب لليان مثلا أو لميرة، فأنت بتروح بتحكي لهم This is your book. هذا كتابك. This is your doll. هاي لعبتك. فأنت زي كأنك بتخاطب حدا بتقول له إلك. هذا لك. هذا لك. تمام؟ هذا لك. هيك معناها إنه هاي إلك. هاي إلك. أوكي؟ أوكي. So this is your doll. This is your ball. هاي كرتك. Your ball. كرتك أنت. كرتك. هيك معناها. كرتك أنت. لما بدك تخاطب إنسان. مثلا مون. لا سوري أنا خربطت هيك. شو دخل مون. طيب your ruler. Your ruler. مسطرتك. مسطرتك أنت. مسطرتك. مسطرتك أنت. هذه مسطرتك أنت. This is your ruler. This is your doll. إذا لما أنا بدي أحكي عن إشي لإلي بحكي This is my. هاي هي ضمير الملكية. This is my. This is my يعني إلي أنا. هلأ لما أنا بدي أحكي لواحد إنه هاد إلك أنت فبنحكي This is your. This is your. أوكي؟ لهون واضحة؟ I think إنه واضحة. طيب شوفوا لي هون يا سنافير الصغنونين. شوفوا الصورة الرابعة هي Is this your teddy؟ اللي هو سؤال. السؤال لأما بنجاوب عليه Yes or no. فإحنا هون Is this your؟ وهي كلمة teddy. Teddy bear, teddy bear. Okay. Is this your teddy? هي جاوبته No, it isn't. طلع السؤال Is this your teddy? هل هذا دبك؟ No, it isn't. إذن بننفي بننفي It isn't. طب لو كان الجواب Yes شو بنحكي؟ Yes, it is. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. بس بهاي الحالة إحنا نفينا لأنه لا هو مش التدي اللي لإلها. خلينا ناخد كمان الصورة الرابعة عشان نشرحهم سوا. Is this your teddy? هل هذا دبدوبها؟ هي حكت Yes, it is. زي ما أنا قلت لكم Yes, it is. إذا في عنا مجموعة أسئلة. Is this your teddy? No, it isn't. Is this your مثلا apple؟ هل هذه تفاحتك؟ Yes, it is. طب لنفترض انه هاي مش تفاحتها شو بنحكي؟ No, it isn't. No, it isn't. Okay. طيب كمان مرة سؤال. Is this your book؟ هل هذا كتابك؟ No, it isn't. طيب مين يحكي لي بحالة الإيجاب إنه yes هذا كتابها شو بدنا نحكي؟ نحكي yes it is. Yes it is. Actually هذا هو كل إشي. I think إنه إشي كتير سهل صح؟ أول شو رأيكم؟ صح القاعدة هاي كتير سهلة؟ Please ادرسوا عليها كويس كويس تمام؟ طيب خلونا نحل الأسئلة. Look طلعوا لي على الأسئلة page 15. أول سؤال This is محلولة Your ball. Your ball. طيب شوفوا لي هذا الولد. هذا الولد قاعد بيأشر على حقيبته بيحكي This is فراغ bag. فراغ bag. أوكي هسا هو بده يحكي عن حقيبته هو. حقيبته هو. فشو رح يحكي؟ This is my bag. My bag. أوكي اكتبوا my. طيب This is الأم بتعطي بابنها سيارته فبتحكي له This is شو my no 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 أكيد لأنه مش هو بيحكي عن حاله هي قاعدة بتحكي معه فرح نحط This is your
car. Your car. طيب آخر واحد رقم أربعة هو رسم رسمة لا no it's a puzzle. أوكي هاي تركيبة الغاز تجميع الصورة فهو بيحكي this is إنه هاي الألغاز تبعته فشو رح يحكي this is my this is my yes برافو عليكم طيب شوفوا لي آخر واحد هون is this your teddy هل هذا دبدوبك no it isn't حكينا بالنفي بنحكي isn't no it isn't طيب is this your teddy هل هذا دبدوبك yes it is أجل هو دبدوبها طب is this your teddy في الحقيبة هل هاي الحقيبة هي دبدوبك شو رح تحكي حالة النفي حالة النفي no it isn't صح Okay, that's all for today. Wish you safety always. Bye bye first grade. بتمنى تكون كانت الحصة ممتعة كويسة سهلة بسيطة أي سؤال بدكم إياه ابعتوا لي إياه أي إشي بدكم إياه يا ريت تتواصلوا معي دايركت على طريق المنصة ما بعرف يعني إن شاء الله أكون وصلت لكم المعلومة بطريقة كتير كويسة بطريقة كتير سهلة اشتقت لكم كتير يا أول وباي باي